طيب تعالوا بقى نروح لحاجة لطيفة. عارفين الأغنية اللطيفة جدا بتاعت فيروز، أعطيني الناي وأغني الناي؟ ده يعني مش بس صوت كده موسيقي حلو، الناي تحس إن هو صوتك الداخلي أو الشجن اللي بيعبر عنك أو الشجن اللي بياخدك. تقرير لطيف جدا قالت الناي، وهي من الآلات الموسيقية الجميلة، هي صعب جدا التعلم عليها لأن أنت بتمسكها والنفس، قصتها لطيفة جدا. قصتنا دي يعني عن عبد الرحمن غانم اللي تحول من دراسة الآثار إلى حب العزف على آلة الناي. يعني والله الآثار إبداع أيضا يعني، لكن من الآثار للناي حبينا كده ناخدكم معانا في الرحلة دي. فخليني أقول له أعطيني الناية ودندن، نشوف التقرير ونرجع نكمل فقراتنا في التاسعة. أرجوكم ابقوا معنا. اسمي عبد الرحمن غانم، خريج كلية آثار جامعة القاهرة، مهندس ترميم آثار. المزيكا بالنسبة لي كانت هواية وحب من الألف للياء، يعني ما كانتش حاجة تجارية أو شغلانة إن أنا أحب الآلة عشانها. أولاً أنا ابتديت بحب الآلة دي إن أنا أعزف عليها. كان عندي مشاعر داخلية أو حنين إن أنا أعزف على الآلة دي، فاقتنيت الناي وتعلمت عليه وابتديت أعزف لوحدي بدون اللجوء إن أنا أنزل أشتغل أو أمارس هواية العزف في السوق. حبي للآلة دي زاد أكتر، فحبيت إن أنا أتعرف إزاي أعمل الآلة دي، إزاي إن أنا أفصل الآلة دي أو أصنعها من حبي ليها. مرحلة الصناعة بتكمن في إن أنت تقدر تشتري خامة ممتازة تصلح لآلة الناي، لأن نبات القصب ده أو الغاب أو البوص هي كلها مسميات، ولكن النبات ده في منه 15 نوع فصيلة. فصيلة واحدة بس هي اللي تقدر تعمل منها آلة الناي، اللي هي صاحبة الفكوك القصيرة، لأن الناي لازم يكون مكون من 9 فكوك. تمام؟ برضو الخامة أو الفصيلة اللي تقدر تعمل منها ناي مش أحسن حاجة، في منها مراحل، في منها جودة، في درجة أولى، في درجة تانية، في درجة خمسة، ولكن بالخبرة بنقدر نعرف الماتيريال بتاع الخشب ده أو النبتة دي هتقدر تطلع ناي ممتاز ولا لأ. آلة الناي يعني يمكن من أشهر وأكثر الآلات المحافظة على شكلها ووضعها عبر التاريخ. يعني أنا كراجل أثري أو راجل مهندس ترميم أقدر أقول لك إن إحنا اكتشفنا نايات في مقابر سقارة ومقابر إخميم وبني حسن والمنيا، بترجع للأسرة الرابعة والدولة الوسطى والدولة الحديثة. الناي يعتبر بشكل كبير جدا بنسبة 80% محافظ على شكله الحالي اللي احنا ماسكينه في ايدينا ده. الآلة دي يعني في ناس كتير قوي ما تعرفش قدرها، ولكن هي آلة تراثية وتعبر عن التاريخ المصري، لأن هي جزء من التاريخ المصري لا تقل أهمية عن الآثار اللي بنشوفها أو الكتابات الهيروغليفية. هي بتدل على الموهبة والفن المصري القديم من أيام الدولة المصرية القديمة، فدي حاجة لازم نحافظ عليها ونطلع بيها بصورة جميلة جدا ونشهرها، ما نتعاملش معها على إنها آلة للأطفال أو آلة للمزاج، ولكن هي تراث لازم نحافظ عليه من ناحية العزف، من ناحية احترام الآلة، تحديث الصناعة، اهتمامنا الكلي للآلة بمعنى أصح.